السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ليلي وغسالة ليلي. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم طاجين، وهذا الطاجين باللحم، طاجين شويه حلو ماشي بزاف، باللحم ولا التفاح ولا الغزازاك بالزبيب. نفوتوا المقادير. الوغ الى قلنا اللحم تاع الخروف، انا ديت دو مورسو هنايا، عندنا الزبيب عندي هذا في المحامي، ولا الزبيب انا عندي 250 غرام غزازاك، 4 بوم على حسب الافراد العائله، سيترون، ميل الحسن، غير شويه تاع بصل ماشي بزاف، ميم با نص حبه، ان كار رابيته غير هنا شويه، خاصنا قرفه، كانيل، سكر فاني، ما زهر ولا الزبده بيان سور، والبصل. هذا البصل غادي نديره مع الزبيب على فان، ندير ما يطيبش معاه، غادي نقليه في نديره في المقله مع الدهان، وندير البصل بالكراميل. فريمون هاد الطاجين جبني بزاف بهاد هاد لا غوسيت، فريمون غتعجبكم ان شاء الله. من بعد نشوفوا الكيفيه كي ندير البصل هذا، نخليه هنا سولو كوتي. دونك الحاجه الاولى نديرو بها، نديرو اللحم تاعنا يتقلى في لاكوكوت ولا في الطاجين. كيما راكم تشاهدوا عندي الماميطه تاعي، ندير فيها شويه زبده، غير شويه ماشي بزاف، شويه زيت باش الدهن تاعي ما ينحرقش، غير مغرف زيت ماشي بزاف، مغرف كيما هكا تاع زيت، فوالا ماشي بزاف، باش كنا عارفو بلي اللحم فيه الزيت فيه الكغا. راكم تشاهدو، نخليه يدوب، نخلي الزبدة تاعي تدوب. زعما الطاجين جبني بزاف بالزبيب واللحم والتفاح ولا وبصل كراميل، في لك شغل ان بو كراميل كاراميليزي. نخلي الزيت الدهن تاعي يحمى، انا توجور نحمي الزيت ولا الدهن. فوالا دونك ندير ولا سمحوا لي الملحه، الملح نسيته، بون ما نديرش بزاف غير شويه باش الطاجين يمشي مالح بزاف. كيما راكم تشاهدوا هاوينا، فوالا ها هو اللحم، فوالا ها هو اللحم، غادي ندير فيه غير شويه تاع ملح ماشي بزاف، فوالا باش اللحم تاعنا ما يجيناش صامط كيما راكم تشاهدوا. وانا تاعي ما يهبطش بيان باسكو راه فيه حتى بتقب هذوك الرقاق. فوالا غادي نقلي اللحم تاعي، نقليه مليح، ومن بعد ندير له هذيك شويه تاع بصل ماشي بزاف، غير شويه بصل. من بعد تقلى اللحم تاعي، عفوا تقلى شويه، غادي ندير هذيك البصل هذيك غير شويه كما قلت لكم، ان كاغا ماشي بزاف غير شويه كما راكم تشاهدوا. فوالا خليه يتقلى كاع في خطره، في راح باقا تقلى بيان، المهم اللحم تاعي تقلوه مليح باش يجينا فيه بنه شابه، المهم يطيب لنا بالخف، كي نقلو اللحم بيان في الطياب بالخف يطيب لنا. اللحم تقلى شويه، دوك غادي ندير عليه شويه قرفه ماشي بزاف، نص مغرف، نص مغرف صغيره تاع قرفه، من بعد نزيد على فان نزيد شويه، هاي شويه قرفه ونص مغرف على اللحم. فوالا شويه هكا غادي يتقلى مع هاد الكمون، غادي ندير سكر فاني دروك، ندير دروك نعاود نزيد من بعد. فوالا غادي نبدا نتقلو كيما هكا، نقص له باش القرفة تاعي متحرقش، ندير سكر فاني كيما راكم تشوفو، فوالا شغل اللحم بيان سيغ، فوالا وخليهم يتقلو شويه ماشي بزاف، ندير عليهم شويه ماء، فوالا خليهم يتقلو هكا غير شويه، غير ميم با اون مينوت يتقلو. فوالا دروك غادي نمرق، بسم الله. فوالا نعطيكم نصيحة، الماء ما تكتروش، توجور الماء ما تكتروش. فوالا ندير غير شويه الماء كيما راكم تشوفو، باسكو غندير التفاح يطيب مع اللحم تاعنا، ما الزبيب يطلق الماء، التفاح يطلق الماء كيما راكم تشوفو. انا ديت غير كاس كيما هكا كبير شويه، هاد الكاس هاد الكاس يرفد نص يطرو كيما راكم تشوفو، ما تكتروش الماء، هذا طاجين اللي تكون فيه لاصوص قليله.
فوالا كيما هكا. دروك غادي ندير شويه تاع ما زهر ماشي بزاف، بعد على فان نزيد تالك ما زهر مع السكر غلاس. فوالا غير شويه ما زهر قد جوج مغارف. ندير البشور تاع الليمون ماشي بزاف تالك غير شويه باش يجيناش، خاص كون تكثروا، لو كان تكثروا السيترون هذا غادي يجي مر. فوالا ها هو السيترون تاعنا دو ترونش صغار كيما هكا، نديرهم هنايا. فوالا درت القرفه، درت الاخر الاخر. فوالا هذا مكان. ندير شويه زعفران، ندير شويه زعفران ماشي بزاف تاني. شويه زعفران وغادي نخلي اللحم تاعي يطيب وحده حد 20 مينيت ولا نص ساعه، ومن بعد ندير الزبيب والتفاحه، باسكو نعرفوا بلي التفاح والزبيب يطيبوا بالخف ما يشدوش في الطياب، بصح اللحم يشد في الطياب. لو كان نديرهم دروك غادي الزبيب يطيب بزاف ومام التفاح يتفتت، وانا لو بي تاعي التفاح، التفاح اللي يكون شاد روحه كي نقلعه من المرميطه يكون شاد روحه. فوالا كيما هكا غادي نخلي اللحم تاعي يطيب وروح نلقي التفاح تاعي نوجده. راني عاد وليت لكم بعد ما درت اللحم تاعي يطيب، دوك غادي نلقي التفاح تاعي نحكه بالليم باش يقعد لي توجور بيض باش ما يكحلش. غادي نلقيه ونحكه بالليم كما راكم تشاهدوا. نقيت حبه تاع التفاح، انا التفاح ديت ربع حبات، كل واحد على حساب الافراد العائله تاعه، تبغوا دو ربعه تبغوا تزيدوا تبغوا تنقصوا. دوك انا اش غادي ندير، غادي نخوي التفاحه تاعي كما راكم تشاهدوا هنايا بهذا تاع الكورجيت ولا تاع فيد بوم هكا، خوه هنا بالداخل قلعوا لها اللب تاعها في الوسط الزريعه تاعها وكاع، ومن بعد نحكها بالسيترون. فوالا كيما هكا، فوالا كيما راكم تشاهدوا، فوالا كيما هكا درت هنايا ثقبه بالهذاك. دوك شغادي ندير، نحكها بالليم بالسيترون باش ما يكحليش، ندير شويه سيترون مورسو فوالا ونحكه بيان باش يقعد يقعد بيض كيما هكا، يقعد لاكولوغ تاعه فوالا كيما هكا بيان. بعد لاحظتو بلي ما درتش السكر في لاصوص، الوغ انا كي ندير طاجين حلو ما نديرش السكر، جو بخيفيغ نحسن وما نديرش بزاف، ندير غير كويغ باسكو هداك الزبيب كي غادي يطيب غادي يطلق الحلاوة تاعها في لاصوص، ولاصوص تاعنا تجيني شان. فوالا توجور ندير غير شويه على فان، ندير شويه تاع حسن ونخليه يطبخ كلكو مينوت ومن بعد نحبسه. دروك نولو التفاح تاعنا، راني حكيته بالليم كما راكم تشوفوا. دروك شغادي ندير له، غادي ندير شويه تاع دهان في الوسط، ومام التفاح تاعي غادي ندير له، غادي ندير له الحسن. فوالا غير شويه ماشي بزاف. ها وين التفاحه تاعي راكم تشوفوا، فوالا راكم تشوفوا، غادي ندير له شويه دهان ماشي بزاف، غير شويه اي نوازيت كما يقولوا، هذا نقلع منها هذه عندي بزاف غير شويه. فوالا غادي ندير اللوز، انا اختاريت اللوز، الا كان ما عندكمش اللوز معليش باقا ما ديروش، خلو خاوي ولا ديروا زبيب ولا، انا غادي ندير اللوز. هذه الخطوه زعما ماشي سي با اوبليغاتوار. فوالا درت اللوز غير شويه لوز، ولا كان عندكم كوكاو تنجمو تاني ديروا كوكاو. فوالا غادي نخلي هكا، ودروك غادي ندير شويه حسن الداخل في التفاحه تاعي. فوالا كيما هكا ندير غير شويه ماشي بزاف، غير شويه فوالا كيما راكم تشاهدوا. فوالا هكا نحطها هنايا ومن بعد نديرها في الميضه طيب مع الزبيب. دوك راني نكمل التفاح تاعي ونعاود نولي لكم ان شاء الله. فوالا دوك غادي نديرو لو طون لي غادي لاصوص تاعي تاع اللحم الطيب لي بوم انا وجدتهم. دروك غادي نديرو البصل اللي قلت لكم عليه بالميال بالكراميل. نبدو الوغ نديرو ليطاب الاولى، نديرو الدهان تاعنا، فوالا نديرو الدهان تاعنا في لابوال غير شويه دهان قبل ما نقلو نقلو البصل تاعنا ماشي بزاف، ما كثروش الدهان باسكو انا دايرين في لاصوص وكاع. فوالا كيما هكا خليه يذوب كما راكم تشاهدو. فوالا ما بغيتو ما ديروش البصل ما ديروش،
صافي البصل يجي بنين، الطاجين يجي شباب، يجي فريمون فيه بنه شابه. انا البصل ما ديتش بزاف، انا عندي شي حبات متوسطين. فوالا بغيت ندير البصل تاعي تقلى في هذا الزيت، في الدهان باردون، في الدهان. فوالا ندير غير شويه ملح، ما كثرش، شويه يجينا الصامط، غير شويه ندير في يديا خير. فوالا كيما هكا ماشي بزاف. فوالا نخفي يديا نخليه يتقلى، غادي نخليه يتقلى. و بعد ندير لها سكر فاني و ندير لها قرفة و الميال و الحسن. كيما راكم تشاهدو البصل تاعي تخليها طياب دبال شوية. دوك شنو غادي ندير؟ غادي نجيب السكر فاني، ندير لها السكر، فوالا ندير لها السكر فاني كيما راكم تشاهدو. فوالا ندير لها كاع هكا هنايا، على بها ما درتش السكر في لاصوص باسكو عندنا لي بوم درت فيهم شويه حسن ماشي بزاف، وهنا تا غندير حسن غير شويه ماشي بزاف، حسن الحر الا كان عندكم، الا كان ما عندكمش معليش معليش ديروا حسن هذاك لي ينباع كيما هذا ولا كيما هذا. اش غادي ندير دروك؟ فوالا غادي نخلط، ندير قرفه هذا، ندير شويه قرفه غير شويه ماشي بزاف، وانا داير في لاصوص تاعنا. نحرك شويه هنايا، ميلونجتو هنايا، فريمون الطاجين يجي بنين بزاف. يجي عندكم الضياف ولا تبدلو شويه على الطاجين حلو لي نديرو، توجور كيف كيف برقوق توجور. انا حبيت اليوم ندير لكم الطاجين كيما هكا، نتمنى ان يعجبكم ان شاء الله يا ربي. دوك شنو غادي ندير؟ غادي ندير حسن غير شويه حسن ماشي بزاف، ما كثرش. فوالا غير كيما هكا، شوفوا ميم با مغرف، نص مغرف تاع ماكله. غادي ندير حسن هنايا كيما هكا، وغادي نخلي البصل تاعي يتقلى في الحسن والقرفه والسكر فاني حتى يولي كاراميل، حتى يدبل بيان 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 مليح كيما راكم تشاهدوا. انا غادي نخليه يتقلى يولي كاراميل، ومن بعد نعاودولي لكم ان شاء الله. وهاكم راكم تشاهدوا. دوك شنو غادي ندير؟ غادي نكلاصيه بشويه ماء، غادي ندير له شويه ماء باش الحسن تاعنا وهداك السكر فاني يطلق لو جو تاعه يتولي لنا كراميل. نكلاصيه كيما هكا غير شويه. فوالا فوالا نخلي هكا يطبخ. فوالا شوفو، ها شوفو لو جو تاعه ولا ماغو ولا قهوة. فوالا فوالا كيما راكم تشاهدو، شوف ديرها غير شويه ما كيما هكا، زيد شويه باش الكراميل تاعها تخرج. فوالا كيما هكا، فوالا فوالا كيما كنتو تشاهدو. دروك انايا البصل تاعي صاير واجد، فوالا صافي الكراميل تاعها كيما هكا، الشكل تاعها صافي النار سي بون. ها هو الشكل تاعها كيما راكم تشاهدو، فوالا يجي معروف فيك شغل الكراميل. دروك انا نخليه دو كوتي هنايا، وروح نشوف الطاجين تاعي تاع اللحم ونعاود نولي لكم. كيما راكم تشاهدوا ها هو اللحم تاعنا طاب شويه، ما طابش كاع، مي تخليها طياب كيما راكم تشوفوا هنايا، تخليها طياب طرا شويه. دوك شنو غادي ندير؟ غادي ندير الزبيب تاعي اللي درته في الماء دافي، ندير الزبيب كيما قلت لكم 250 غرام تاع الزبيب. غادي ندير عليه شويه قرفه، فوالا نصدمه مليح في لوفون تاع المرميطه تاعي. فوالا كيما هكا. ودروك شنو غادي ندير؟ غادي ندير التفاح تاعي، فوالا سمحوا لي الكاميرا تبوجي باسكو راني نفيلمي و ميم طون ندير نوري لكم. غندير التفاح تاعي هنايا كيما راكم تشاهدوا، فوالا نصدفه هنا كاع. انا درت 4 حبات تفاح، نتوما تنجمو تزيدو ها لكنتو بزاف في الدار. فوالا تنجمو تزيدو، فوالا كيما هكا. ندير التفاح تاعي يطيب كيما راكم تشاهدو، وندير السكر فاني.
انا درته ما درت له شويه ملح، خاصه شويه ملح، درت له شويه ملح ماشي بزاف، غير شويه باسكو ماشي هذا الطاجين ماشي مالح، شويه كنقولوا سكري صالي شويه. فوالا غادي نبلع عليه نغطيه ونخليه يطيب، نعاود نولي لكم ان شاء الله. ها هو الطاجين تاعنا بعد ما طاب كما راكم تشاهدوا، درته في البلا دو بريزونطاسيون في الصحن التقديم. ها هو التفاح تاعنا، درت له شويه لي زاموند ايفيلي. ها هو البصل اللي درناه قبيله، ها هو البصل هذا تشوفيه، ها هو هنايا. انا بعد ما طاب التفاح تاعي وطاب لي غيزون كاع كلشي طاب في الحبه، دقته افون ما خصه والو. الا كنتو ما خصكم شويه سكر ما ديروش السكر، ندير شويه حسن، غير شويه حسن. انايا كما شفتوني درت ما خصني لا حسن لا 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 ملح، لوغو تاعها ماشي حلو بزاف فريمون لي بون. كاين بزاف الناس ما يبغوش السكر، ما يبغوش الطاجين حلو. فوالا هذا فيه غير شويه حسن في التفاح وفي هنايا في البصل تاعنا. البصل درته هكا ابار، ما طبختهاش مع البصل، ما طبخوش مع الزبيبه، خلوه هكا طيبوه، خلوه من بعد ديروا زوقوا به الطاجين تاعكم. وهذا البصل هذا بالكراميل يتمشى غير مع الزبيب، ما يتمشاش مع البرقوق ولا مع المشمش كما راكم تشاهدوا. انا كملته، نتمنى يكون يعجبكم ان شاء الله، وتسيو تنجحوا فيه ويعجبكم اكثر. بقالي نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في غوسات جديده باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.